السلام عليكم ورحمة الله. هذه غابة سيدي غانم، هذه الغابة الثانية. كاين الغابة راهي قدام قبل ما توصلوا لهذه، وقبل دوار سيدي غانم سيدي غانم من القدام. هذه الطريق اللي تدي طافراوي وتدي الوارن وتدي تامزوغا وعين تموشنت. ليها القدام هذيك السبخة تاع ورن، وها راه الجبل تاع سيدي عبد القادر يبان منا، بصح مش عارف لا يبان ولا ميبانش. شوية الضباب واش يبان. راني انا وعبد الحق خويا قلت له عليها، قال لي وانا طلع عبد الحق عبد الله السلام. مولها ان شاء الله.